السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم محاضرات مقرر مناهج البحث العلمي. هذه المحاضرة السادسة حول إعداد خطة البحث. طبعا تعرفنا في المحاضرة السابقة معلومات عن البحث العلمي ومناهجه وأدواته والمشكلة البحثية لكي نستطيع في الأخير أن نحن نعد خطة إيش بحث. فسنعرف إن شاء الله في هذه المحاضرة مفهوم خطة البحث وتقدير أهمية إعداد خطة البحث بصورة ملائمة والتعرف على عناصر خطة البحث والترتيب المناسب لها وكتابة عنوان مناسب للبحث وتقويم ونقد عناوين البحوث والربط بين مشكلة البحث وعنوان البحث وكيفية تحديد أهداف وأهمية البحث وكتابة الفرضيات وتصنيف الدراسات السابقة وتحديد الإجراءات والخطوات العملية اللازمة لتنفيذ البحث. وبالتالي فهذه المحاضرة تعتبر، ثم سنتعرف عن الخطوات شبه التفصيلية والقاعدة التي يتم بها البحث أثناء عملية البحث والتصور المستقبلي المسبق لطريقة تنفيذ البحث من حيث كيف يجمع المادة العلمية وكيف يعالجها ويحللها ويعرض النتائج بعد ذلك. إذن ما عرفناه سابقا من محاضرات هو كان يبني لنا بنية فكرية ونظرية حول البحث العلمي بشكل عام، مناهجه، أدواته، مشكلات البحث العلمي. الآن الخطوة التي تلي هذه المعرفة، طالما أنك تكون عندك هذه المعرفة الآن، يجب أن تتعرف على كيفية إعداد خطة بحث. ماذا تعني خطة البحث؟ معروف أن أي عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة يضع له في تصوره خطة لتنفيذ هذا العمل. هذه الخطة تكون مثل الدليل والمرشد التي تساعد الإنسان على السير في الخطوات التي يحققها لتحقيق هدفه بتراتب وبوضوح وبوقت وزمن محدد. إذن خطة البحث في الأخير هي رسم مستقبلي لما ستقوم به أثناء إعداد البحث. يعني أنت عندما تريد أن تعد بحث يجب أن يكون لديك خطة تسير في ضوئها، كما هو أي عمل مطلوب منا ننجزه بشكل دقيق يكون عندنا إيش خطة مسبقة. أعطي مثال تجريبي بسيط. إذا أردت أن تخرج إلى السوق مثلا وأنت في بألك لا تعرف إلى أين ستذهب وماذا ستقضي من حاجات أو أغراض لك، تسير في الشارع وأنت تائه، الوقت يمر عليك، أحيانا تسير ولا تدري إلى أين، وفي الأخير تكتشف أنك لم تحقق شيئا. لكن عندما تخرج من البيت وفي رأسك مدون خطة، أقول سأذهب من البيت مباشرة الساعة 9 إلى المكان الأول وسأقضي فيه غرض كذا، ثم سأنتقل إلى المكان الثاني وأعمل فيه 1 2 3 وسأعود الساعة 11 إلى المكان كذا وأقضي فيه 1 2 3 والساعة 1 أكون في البيت. إذن أديت أعمالك كلها دون أن تنسى عمل، دون أن يضيع منك وقت، دون أن تبذل جهد زيادة. هذه فائدة خطة البحث بالنسبة للباحث. إذن ما أهمية إعداد الخطة البحثية؟ قبل أن نعرف مفهوم الخطة البحثية، هو إذن لو عرفنا أعطيناها مفهوم الخطة البحثية، هي تصور مستقبلي أو خطة إجرائية سيسير على هديها الباحث لتنفيذ بحثه. سيحدد فيها الأهداف والمشكلة والأدوات البحثية والمنهج والإجراءات التي سيقوم بها والأدوات، وسيحدد فيها المجتمع والعينة. يعني هكذا هي تصور ذهني مكتوب لما سيقوم به لتنفيذ هذا البحث. ما أهمية إعداد خطة البحث؟ كما هو معروف، الخطة لإنجاز الأعمال، أي عمل سواء كان بحث أو غيره، هي تساعدك في إنجاز العمل بدقة دون أن تنسى شيء، دون أن تتجاوز الوقت المسموح لك به. إذن الخطة أهميتها تعين الباحث على تحديد الهدف من دراسته بدقة. يعني قبل ما أدخل أنا في غمار البحث وأصارع الأمواج والتعب وبذل الجهد، أعرف ما الهدف من هذا البحث. إذن الخطة هذه تساعدك في تحديد هدفك بدقة. كذلك تعينك الخطة في تحديد أيسر طرق يؤدي به إلى الهدف المحدد بسهولة. يعني الخطة البحثية أنت سترسم فيها مقترح إيش أسهل الطرق لكي أحقق أهدافي.
تساعد الخطة البحثية كذلك الباحث اللجنة التي تشرف على هذا البحث في تقويم البحث. يعني دائما البحوث لا تتم إلا بوجود لجنة مشرفة. هذه اللجنة المشرفة عندما تأتي إليهم لتعتمد الموضوع الذي ستبحث فيه يقول لك من خلال الخطة هذه التي تقدمها هذه الخطوة غير صحيحة، هذه الخطوة ستعدلها، هذه الخطوة ستقوم بتغييرها حتى يكون خطواتك صحيحة ودقيقة. كذلك من أهمية خطة البحث ترسم لك معالم الطريق لتنفيذ بحثك أو دراستك. معروف أي عمل إذا لم تخطط له من قبل يا إنك بتفشل فيه أو تتجاوز فيه خطوات أو تنسى أشياء أو أنك تخسر فيه وقتا وجهدا كبيرا، لكن الخطة التي توجد من قبل هي التي تساهم في إنجاز هذا العمل بوقت محدد وجهد محدد وتكلفة محددة. كذلك الخطة البحثية تساهم أو تساعد في تحديد موضوعك الذي ستبحث فيه واختيار عنوانه المناسب. طيب، ما هي مصادر تحديد الموضوع واختيار عنوان الدراسة؟ من أين أنا أحدد موضوعي أو عنوان بحثي؟ يعني أي بحث لابد له من عنوان، كما الإنسان عندما يضع له شركة أو مؤسسة يضع لها عنوان. هذا العنوان من خلاله يهتدي الناس إلى فين؟ إلى المؤسسة ويأتوا إليها. أو أي شركة أو مصنع يضع له عنوان واضح ودقيق، هذا العنوان لو قرأ الشخص يصل إلى فين؟ يصل إلى المكان الذي يقصده. كذلك عنوان البحث يجب أن يكون واضح ودقيق لكي أي واحد يقرأه يعرف إلى أين يقود هذا البحث. طبعا يحدد العنوان من خلال تخصص الباحث ووظيفته، رسائل الماجستير والدكتوراه قلنا كما قلنا سابقا في المشكلة البحثية، ثم التقارير والإحصائيات. أحيانا عندما تكون موظفا أو عاملا في مؤسسة تجد هناك تقارير وإحصائيات، هذه التقارير تدرسها وتكتشف أن فيها مشكلات معينة أو تؤدي إلى مشكلات أو تظهر لك موضوعات يمكن أن يبحث فيها. كذلك اهتمامة الباحث، الباحث المهتم أحيانا يهتم بمجال معين فيبحث فيه. كذلك عندك من ضمن الأشياء التي تستقي منها الموضوع البحثي والعنوان الكتب والمراجع، أو أن هناك الخبراء والمختصين يدلوك إلى موضوعات بحثية، أو كذلك التكليف من جهة إيش معينة. الآن سنتعرف على عناصر خطة البحث. أنا قبل أن أبدأ بإجراء بحث معين أضع لي خطة. هذه الخطة مما تتكون؟ حتى الطالب عندما يتخرج من مستوى رابع يطلب منه إعداد خطة بحث، بعد ذلك يقوم بمناقشتها مع الأساتذة المشرفين عليه، ثم يقوم بعد ذلك بإيش؟ بإجراء البحث. طيب، هذه الخطة مما تتكون؟ إذا طلبك منك الآن في أي مجال تهتم فيه أن تجري بحث سيطلب منك خطة. ما هي الأدوات التي ستسير فيها أو ما هي الخطوات التي ستسير فيها لإنجاز هذا البحث؟ أو حتى أي عمل يطلب منك خطة. أنت عندما مثلا تمسك إدارة معينة يطلب منك المدير خطتك في العمل. عندما تتوظف في مؤسسة جديدة يطلب منك خطة، هات لنا خطتك، ماذا ستعمل؟ وهكذا. إذن الباحث كذلك يطلب منه خطة، هذه الخطة تكون مرشد وهادي له في طريقه حتى يسير بطريقة صحيحة وواضحة. عرفنا تعريف الخطة البحثية سابقا، ما فيش داعي لذكرها، هي قلنا تصور مستقبلي أو ذهني يسير في ضوئه الباحث لإنجاز إيش؟ بحثه، محددة بزمان وخطوات معينة. أول عنصر من عناصر الخطة البحثية عنوان الإيش؟ البحث. لابد أن تضع عنوانا واضحا للبحث. هذا العنوان يكون مرشدا وهاديا للموضوع الذي ستبحث فيه أو المشكلة التي ستبحث فيها. ينبغي أن يكون هذا العنوان نابعا من المشكلة البحثية ويعبر عن المحتوى الذي ستبحث فيه بشكل صريح ودقيق. وينبغي أن يكون عنوان محدد وليس عاما. يعني مثلا أردت أن تعرف، أنت كنت تعمل في مؤسسات بنكية وكلفت بإعداد خطة أو كلفت بإعداد بحث حول المشكلات التي يعاني منها العاملون في البنوك اليمنية. رحت ووضعت عنوان وقلت إيش؟
مشكلات الموظفون. هل يصلح أن يكون هذا عنوان الموضوع الذي كلفت فيه؟ طبعا بتقول لا، لأنه عام. مشكلات الموظفون فين؟ إذن ينبغي أن يكون عنوان محدد ودقيق، بحيث أنه لما يقرأ واحد يعرف أن هذا العنوان يقود إلى مكان البحث. كما أن صاحب الشركة أو المؤسسة يضع لك عنوان في الشارع، تقرأ هذا العنوان ثم تتبع الخطوات اللي في العنوان وتسير فين إلى أن تصل إلى المؤسسة. لو كان هذا العنوان اللي وضعه مثلا، وضع لك عنوان شارع الجزائر وسكت. شارع الجزائر شارع كبير، أي جزئية من شارع الجزائر؟ لو كان قال في شارع الجزائر مثلا أمام المركز الليبي بالقرب من كذا، ستكون العنوان. وهكذا عناوين البحوث ينبغي أن تكون محددة وواضحة ودقيقة، بحيث أي واحد يقرأها يكتشف أيش الموضوع الموجود في البحث. إذن انظر أيش يشترط في صياغة العنوان قبل أن تصيغ عنوان: الدقة والوضوح، الإيجاز بقدر الإمكان، يعني أفضل شيء أنه لا يزيد كلمات البحث عن أو عنوان البحث عن 10 كلمات. دقة ووضوح، إيجاز. ما تكتب ليش عنوان 6 سطور، لأنه العنوان هو أساسا يلخص الموضوع، فيضروري يكون عنوان إيش موجز وواضح ومختصر. أحيانا في بعض الشركات مثلا كنكتة يضع لك عنوان يتوهك فيه: شارع العدل بجوار كذا، مركز خلف مدري. عندما تقرأ تتوه، إذا هذا العنوان لا يعتبر جيد. إذا العنوان الجيد ينبغي أن يكون دقة ووضوح، إيجاز، يكون جديد وغير مكرر، لا تأتي لي بعنوان قد استخدم في البحث عدة مرات، متناسب مع قدرات الباحث ومشكلته. يعني العنوان يجب أن يعبر عن المشكلة، ويجب أن يكون متوافقا مع قدراتك. أنت قدراتك مثلا في المجال الإداري ما تعمل ليش بحث في المجال الطبي، وكذلك أن يكون متوافقا مع تخصصك، ويكون مرشدا لمحتوى البحث ودالا عليه، كما قلنا العناوين اللي يستخدمها الناس للإرشاد إلى أماكن شركاتهم أو أي مكان عمل، يكون العنوان مرشد بدقة. إذن أول شيء يشترط في العنوان أن يكون واضح وموجز وجديد وغير مكرر، متناسب مع قدراتك وتخصصك، ويكون مرشدا للمحتوى. إذن هذا العنصر الأول من عناصر خطة البحث. أول حاجة تضع العنوان، تنطلق بعد ذلك على طول تكتب مقدمة. كما هو معروف المقدمة يستخدمها الناس لتوضيح ما سيأتي. إذن أنت تضع لك مقدمة بعد ما صغت العنوان، هذه المقدمة تشرح العنوان، توضح أهمية العنوان، توضح ماذا سيقدم هذا العنوان، ماذا سيندرج تحت هذا العنوان، كما تقرأ مقدمة أي كتاب، يضع العنوان للكتاب، بعد ذلك على طول مباشرة بعد العنوان تأتي المقدمة. هذه المقدمة إيش تعمل؟ هي توضيح، هي إرشاد للعنوان. يعني عندما الشخص يقرأ العنوان ينتقل إلى المقدمة، هذه المادة تعطيه نظرة عامة وشاملة عن الموضوع. إذن المقدمة بعد صياغة العنوان تتم بالشكل المناسب في خطة البحث. يقوم الباحث بكتابة مقدمة ليضع القارئ في صورة الموضوع. طيب ماذا يشترط عندما نكتب أي مقدمة لأي شيء، لبحث، لكتاب، لموضوع، لمقالة؟ المقدمة يمكن صياغتها بصورة واضحة ومنطقية. ما معنى منطقية؟ يعني تبدأ من الموضوع الكبير ثم تنطلق، تبدأ تتدرج إلى أن تصل إلى الموضوع الأساسي حقك. إذا تتم بناءها بصورة منطقية، أن تكون سهلة وموجزة. يعني أحيانا لما تقرأ مقدمة كتاب تتجاوز 4-5 صفحات تمل. المقدمة الجيدة هي المختصرة التي توصلك إلى الموضوع مباشر، لا تحتوي على عناوين جانبية. يعني دائما المقدمات لا يجب أن يكتب فيها عناوين جانبية، ما تكتبش عنوان جانبي أو عنوان جزئي في المقدمة وبعدين تتكلم فقرة ثانية وتكتب لها عنوان. لا، المقدمة هي قطعة كاملة توضح لك الموضوع بشكل متكامل. تبدأ من الموضوع العام كما قلت، ثم الأقل عمومية، ثم الموضوع المباشر له. مثلا كان موضوعك عن المشكلات الإدارية في البنوك كما قلنا، للعاملين في البنوك، تبدأ تتحدث عن إيش؟ عن البنوك عموما، أهم المشكلات التي قرأتها في الكتب عن البنوك، يعني المشكلات التي يمكن أن تدور فيها البنوك. بعد ذلك تنتقل على طول مباشرة إلى مشكلة العاملين. يعني هكذا يبدأ العام بشكل الإيش؟ الهرم المقلوب. يبدأ المقدمة من الموضوع الواسع ثم تبدأ تضيق 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 إلى أن تصل إلى موضوعك الأساسي. في أي مجال تكتب مقدمة اكتبه بهذه الطريقة، ابدأ بالموضوع الواسع ثم ابدأ تدرج إلى أن تصل إلى الموضوع الأساسي.
إذا عرفنا الآن العنصر الأول في خطة البحث، إذا طلب منك إعداد خطة بحث أن تضع العنوان ثم تكتب المقدمة وعرفنا الشروط تكلم منهم. بعد ذلك بعد المقدمة تكتب الإيش؟ مشكلة البحث. وعرفنا تحدثنا سابقا عن إيش؟ بالتفصيل عن المشكلة البحثية. نحن قلنا البحث لا يقوم إلا على إيش؟ مشكلة. إن اختيار موضوع البحث يقودنا مباشرة إلى تحديد مشكلة البحث تحديدا دقيقا بحيث يتوجيه البحث بما يخدم في علاج هذه المشكلة. إذا كتبت العنوان، كتبت مقدمة له، الآن حول هذا الموضوع إلى إيش؟ مشكلة. ويقصد بالمشكلة إحساس الباحث وشعوره بنقص في المعلومات تجاه قضية ما، أو اختلاط هذه المعلومات، أو إحساسه بالغموض والقلق والجهل بمسألة معينة أو أسباب مشكلة معينة، سواء كانت في العمل أو في الموضوعات أو في أي مجال آخر. إذن الخطوة الثالثة من خطوات إعداد الخطة البحثية أن احنا نكتب الإيش؟ المشكلة البحثية. وعرفنا كيف نكتب المشكلة، إما في صيغة سؤال أو في صيغة عبارة إيش؟ تقرير، وتكون موجزة ومختصرة بدقة وقابلة للبحث، وتقوم بتقييم المشكلة البحثية من خلال إيش ما ذكرنا أولا، معايير لتقييم المشكلات البحثية. بعد ما تكتب المشكلة البحثية تنطلق على طول إلى كتابة فروض البحث أو أسئلة البحث. طبعا في باحثين يدمج الفروض في الأسئلة البحثية، وبعضهم يفصل الأسئلة البحثية لحالها والفروض لحالها، بالذات لو كان الموضوع عنده يتطرق إلى متغيرات كثيرة، يعني يدرس موضوعات كثيرة، هنا يضع فروض ويضع إيش؟ أسئلة بحثية. لكن لو كان الموضوع قصير يمكن أنك تدمج الفروض البحثية في الأسئلة. فروض البحث أو فرضيات، طبعا معنى كلمة فرض هو إيش؟ تخمين أو افتراض، تخيل، جمع فرض. وقد يشتمل البحث على فرض واحد أو عدة فروض، والفروض جميعها لا بد من ارتباطها بالعنوان والمشكلة الخاصة بالبحث، كما أنه يسعى الباحث لمناقشة واختيار هذه الفروض ومحاولة إثباتها أو نفيها. تفترض فروض، أنت عندما تكتب موضوع أو مشكلة تفترض حلول لهذه المشكلة أو تتوقع حلول من خلال قراءتك السابقة، لأنه بعد أن تقم تكتب المشكلة بحيث ضروري أن تقرأ فيها، تقرأ في مراجع ومصادر ومراجع حتى تتخمر المشكلة في ذهنك وتصبح واضحة. لذلك تقوم بتخمين حلول أو أسباب لهذه المشكلة، هذه الأسباب بعدين تعمل لها اختبار، سيطلع لك إيش؟ كما ذكرنا في محاضرة سابقة انطفاء الكهرباء، تخمن حلول أو أسباب لهذه المشكلة، تقول قد يكون الكهرباء انقطعت كلية، قد يكون القابس الكهربائي انفصل، قد يكون اللمبة احترقت. بعدين تختبر هذه الفروض فرضا أي منهما صحيح. هذا هو البحث. إذن فروض البحث هي حلول مؤقتة أو تفسيرات قوية لاحتمال وقوع المشكلة الأيش المطروحة، ويستخدم الفرض كموجه لخطوات الباحث. طبعا الفرض أو الافتراض لا يساق هكذا اعتباط من رأسك، لا، أنت بعد ما تكتب المشكلة البحثية تتجه على طول للقراءة العميقة والشاملة في المراجع، هنا بتجري في القراءة هذه حقك حلول أو موضوعات أو اقتراحات لهذه المشكلة التي تبحث فيها. هذه الحلول تضعها بعد ذلك أنت في بحثك وتقوم باختبارها أي منها صحيح. إذن الفرض هو عبارة إجابة محتملة لأسئلة البحث، وتمثل الفروض علاقة بين متغيرين كما ذكرنا أو أكثر منها تابع ومنها مستقل كما في المنهج التجريبي. بعد ما تكتب أسئلة البحث والفرضيات تنطلق على طول إلى أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع، تبين للقارئ ما أسباب اختيارك لهذا الموضوع وما الأهمية التي يمكن أن تقدمه للإيش؟ للقارئ، حتى القارئ عندما يقرأ يقتنع بما كتبت. إذا تكتب التبريرات ودواعي علمية وعملية تتطلب إجراء البحث. مثلا أنت قمت باختيار مشكلة حول تسرب الطلاب من التعليم الجامعي، لماذا يترك الطلاب التعليم الجامعي في العاصمة اليمنية صنعاء مثلا، هكذا محدد. بتذكر الأسئلة البحثية حقك، ما الأسباب العلمية التي تؤدي إلى ترك الطلاب لمقاعد الدراسة، ما الأسباب الاقتصادية التي تؤدي لترك الطلاب وهكذا، ما الأسباب الاجتماعية التي تؤدي، هكذا تصيغ الأسئلة.
بعدين تأتي فروض، بتقول توجد علاقة، شوف الفروض كيف يساق، أو لا توجد علاقة تأثير ما بين المستوى الاقتصادي وترك الدراسة الجامعية، أو تقول لا توجد علاقة ما بين صعوبة الدراسة وما بين ترك الطلاب لإيش؟ لمقاعد دراستهم. هكذا تصيغ الفروض. طيب هذه الفروض هي حلول مؤقتة، إذا قد تكون أن ترجع ترك الطلاب للمقاعد للجانب الاقتصادي، للجانب الاجتماعي، قد ترجع للجانب العلمي نفسه في صعوبة. إذا هذه الفروض هل هي صحيحة الآن؟ لا، أنا أذكرها ثم بعد ذلك أجري عليها اختبارات معينة عبر أدوات أصيغها لأكتشف أي منها كان صحيحا. إذا ذكرت الآن العنوان، ذكرت العنوان ثم ذكرت المقدمة ثم مشكلة البحث والفروض أو الأسئلة ثم أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع، تعطي إقناع هذا البحث سيلعب دورا كبيرا في معالجة المشكلة الكذا، وسيفيد مؤسسات كذا وكذا في معالجة هذه المشكلة، أو سيطور الأداء في مشكلة، أو سيقترح شيء جديد يمكن إضافته لتحسين الأداء أو تحسين العمل أو تحسين المنتج أو الخدمة وهكذا. تبين في هذا الإيش أسباب اختيارك الموضوع وأهمية البحث. بعد ذلك تأتي الخطوة اللي بعده، أهداف البحث. الأهداف هاي من أين تأتي بها؟ تشتقها من المشكلة، نفس الأسئلة التي صغتها في المشكلة تحولها إلى أهداف. لو قلت مثلا في السؤال ما المشكلات التي تؤثر على أداء العاملين في البنوك اليمنية، بتحول الهدف هنا إيش بتقول؟ يهدف البحث العالي إلى التعرف على المشكلات التي تؤثر في أداء العاملين في البنوك اليمنية. إذا انظر، نفس الأسئلة تحولها إلى إيش؟ إلى أهداف للبحث. بعد ذلك تسعى لتحقيق هذه الأهداف. بعد ذلك تأتي الخطوة السابعة وهي منهجية البحث، يعني توضح في المنهجية ما هي الطريقة التي ستسير فيها لمعالجة موضوعك. هل ستقوم بدراسة وصفية أم تجريبية، أم ستقوم بدراسة تاريخية، أم ستقوم بدراسة تتبعية، وهكذا. ستبين الطريقة التي ستتبع، سيقول سيكتب في هذا المنهج، سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وسيقوم بدراسة ظاهرة مثلا تفشي ظاهرة الغش في التعليم الجامعي في اليمن، وسيعرف الباحث على الأسباب، وسيقوم ببناء استبيان يوزعه على الطلاب، ويعرف من خلال هذا الاستبيان الأسباب التي تقودهم إلى الغش، ثم سيقوم بتوزيع استبيان آخر على أعضاء التدريس لكي يفسروا لهم عملي، وهكذا. ستذكر الطريقة كاملة التي تستخدمها لمنهجية، يعني ستذكر المنهج والأدوات التي يذكرها هذا المنهج. إذن عرفنا الآن الخطوة السابعة وهي منهجية له. بعد ذلك ستذكر مجتمع وعينة البحث، يعني البحث لا يأتي من فراغ، لابد أن يبنى أو يقام في مجتمع. هذا المجتمع سواء كان مجتمع إنساني أو حيواني، أو حتى مجتمع إيش كتب ومؤلفات، أو حتى مجتمع إيش آثار ومخلفات. الباحث الذي يعمل دراسة في الزراعة إيش سيكون مجتمعه؟ الزراعة. الباحث الذي يعمل مجتمع في الإدارة أو موضوع أو مشكلته في الإدارة إيش سيكون مجتمعه؟ العاملين في الإدارة، وهكذا. إذن المجتمع هذا المقصود به الذي ستجري عليه البحث، سواء كان إنسان أو حيوان أو تربة أو أشجار أو كتب مؤلفات أي شيء. إذن المجتمع هو المكان الذي ستطبق فيه البحث. هل هو بلد كاليمن مثلا، أو محافظة أو مديرية أو شركة؟ هل هو في مجال الصناعة التجارة وهكذا؟ إذن المجتمع هو الذي ستطبق عليه إيش نتائجك، ستطبق عليه نتائج بحثك، ستطبق إيش عليه. طيب المجتمع، أنا مثلا درست مشكلة تسرب طلاب التعليم الجامعي من التعليم، رأيت مشكلة أن الطلاب يدرسون مستوى أول أو مستوى ثاني ثم يتركون الجامعة. هذه المشكلة تؤثر على أيش؟ مستقبل البلد، تؤثر على الوعي في المجتمع، تؤثر على أنه يمكن يأتي جيل لا يلتحق بالتعليم، وبالتالي لا توجد أيش ناس يشغلون ويقدمون خدمات في
في المجتمع ممكن يرجعوا يستوردوا ايدي عامله من الخارج. طيب هذه المشكله مثلا عملتها، ايش بيكون مجتمعي؟ اريد ان ادرس اسباب تسرب الطلاب التعليم الجامعي من التعليم في العاصمه صنعاء مثلا، بيكون مجتمعي جميع الطلاب الجامعات في العاصمه صنعاء. واضح سيكون المجتمع حقي جميع الطلاب العاملين في العاصمه صنعاء. ولو كان طلاب العاصمه صنعاء يشبهوا بقيه طلاب الجامعات في المحافظات الاخرى، نتائج بحثي ستطبق على طلاب اليمن كاملا. هذا المشكله البحثيه يمكن نتائج تطبق على الكل، تفيد الكل. اذا هل يمكن ان ادرس مثلا جميع طلاب اليمن؟ صعب، اشتي لي وقت وجهد، وصعب ان انا اضبط جميع الناس واوزع عليهم استبيان او اجري معاهم مقابله او اعمل لهم معايشه داخل القاعه الدراسيه، اشتي لي سنوات. لذلك كيف عالجوا هذه المشكله؟ اختاروا من المجتمع هذا عينه. اختاروا من المجتمع ايش؟ عينه. هذه العينه هي جزء من الكل. اعطيك مثال عشان تفهم الموضوع. الطبيب عندما يريد ان يفحص دم المريض، يفحص فحص شامل لدم المريض، هل يقوم بسحب دم المريض كله ويجري عليه الفحوصات او الاختبارات؟ لا، ياخذ عينه جزء من الدم سي سي او 2 سي سي ويجري عليها الاختبار. ليش؟ لان الدم الذي اخذه كعينه هو نفس الدم الايش؟ الموجود في جسم الانسان. وهكذا في البحث العلمي. طالما ان المجتمع متشابه يكتفي اننا او يكفيني ان اخذ عينه منه واجري عليه الايش؟ البحث. طيب بعد ان اذكر مجتمع وعينه البحث على طول انطلق الى حدود البحث. اضع لي حدود حتى ما اتوه ولا اضيع. يعني مثلا انا مكلف باعداد بحث ماجستير في سنه كامله، ضروري ان انا اضع الحدود تضبطني حتى لا اتي ويستغرق مني البحث سنوات وربما تلغى عني الايش الدرجه العلميه او يلغى تسجيلي واشطب من الجامعه. اذا ضروري ان انا احدد في الخطه ايش حدود البحث. من المفيد ان يسجل الباحث تحت هذا العنوان محددات البحث وقيودها. طبعا الحدود تختلف ايش متنوعه، سواء حدود كانت زمانية أو مكانية أو مالية أو بشرية أو جغرافية. يعني مثلا تنقسم الحدود إلى حدود زمنية، زمن تنفيذ البحث، قل سيتم إجراء هذا البحث خلال من الفترة كذا إلى كذا. تتوقع أنه تكفيك مثلا سنة واحدة للبحث، تقول سأجري هذا البحث خلال عام من شهر يناير 2021 إلى ديسمبر 2021. كذلك تحدد حدود مكانية، مثلا تقول سأجري بحثي في العاصمة اليمنية صنعاء التي تتكون من 10 مديريات، أو تختار عينة من هذه المديريات تقول سأجري على 4 مديريات، وهكذا تحدد تحديد مكاني للبحث. ثم حدود بشرية، الأشخاص الذين ستتناولهم بالدراسة، مجتمع البحث حقه، تأخذ كذلك حدود تقول الأشخاص الذين ستطبق عليهم الدراسة هم جميع العاملين مثلا في القطاع الخاص في العاصمة صنعاء، وعددهم 3700 شخص. هكذا تحددهم. كذلك تذكر حدود موضوعية، يعني سأقول سيتم فقط دراسة المشكلات الإدارية التي يعاني منها هذه الموظفون، لن أدرس المشكلات السياسية أو المشكلات الأسرية، لا، سأدرس فقط المشكلات الإدارية. إذا هذا تحديد الموضوع. إذا حدود البحث تحدد فيه حدود زمنية، حدود مكانية، حدود بشرية، وحدود ايش؟ موضوعية. كذلك لو كان البحث يتطلب مال تمويل، ستحدد يتطلب هذا البحث مبلغ كذا كذا من المال. بعد هذه الخطوة تأتي إلى كتابة البحوث والدراسات السابقة. طبعا لا يوجد بحث هكذا ينزل من السماء. دائما البحث تسبق بحوث ودراسات سابقة. أنت أجريت مثلا في المشكلات الإدارية، يجب أنك تجمع جميع الدراسات والبحوث التي أجريت في المشكلات الإدارية، تقرأها وتعرف كيف عالجوا المشكلات وإيش اللي توصلوا إليه وإيش الموضوعات، ثم بعد ذلك إيش تقوم أنت بدراسة المشكلة من ناحية أخرى أو من نواحي متعددة أخرى. إذا من المفيد في خطة البحث أن يذكر الباحث بعض الدراسات والبحوث التي ترتبط بموضوع. طبعا هو الآن في مرحلة خطة، هو الآن لحد الآن لم يقوم بإجراء البحث، هو في مرحلة تخطيط، يقوم بإعداد خطة لكي يسير في إضاؤها. إذا هنا يفترض أنه لن
يكون قد جمع كل الدراسات السابقة التي قرأت في الموضوع الذي يدرس فيه، وإنما سيجمع فقط بعض الدراسات التي الآن وجدها، فيقوم بهنا بكتابة عدد من الدراسات السابقة تشمل هذا الجزء ملخص، ما تذكرش الدراسة كاملة، تذكر أهداف الدراسة، هدفت الدراسة إلى كذا كذا كذا، واستخدم الباحث منهج كذا وكذا، وكان مجتمعه وعينه متمثل في كذا، وتوصل إلى كذا كذا، وأوصى بكذا وكذا. تلخص الدراسة السابقة مثلا في نصف صفحة وهكذا، تذكر كل الدراسات السابقة، ثم توضح ارتباط دراستك بهذه الدراسة أو اختلافك عنها، وتفيد إيش فائدة الدراسة السابقة التي نذكرها في خطة البحث أو في البحث عموما، تفيد هذه في تحديد موضوعك والاستفادة من طرق تنفيذها. يعني أحيانا تقصر عليك المسافة، بدل ما تظل تفكر ما الأداة التي ستستخدمها. يعني لو كانت الدراسة الذي أعملها تشبه دراسة، هو أستخدم أداة، أنا ممكن أستخدم أداة شبيهة بها، إذن تحقق لك جهد، ترشيدك كذلك إلى أشياء يمكن أن إيش تسهل عليك العمل. بعد ذلك تذكر مصطلحات البحث، بعد هذه الخطوة تذكر مصطلحات، إيش هي المصطلحات؟ طبعا أنت في عنوانك تذكر إيش كلمات أو مصطلحات، تقوم بتعريف وتحديد هذه المصطلحات، ليش؟ حتى لا يتوه القارئ أو أنت لا تتوه. وتعريف المصطلحات طبعا تعرف بطريقة معجمية قاموسية، ثم بطريقة علمية، ثم تعرفها أنت تعريفك الإجرائي، إيش تقصد بها؟ مثلا لو كنت تدرس المشكلات الإدارية السائدة للعامل في البنوك اليمنية الأهلية، إيش المصطلحات اللي استخدمتها؟ المشكلات السائدة، استخدمت مصطلح البنوك الأهلية اليمنية، استخدمت كذلك مصطلح إيش العاملين في البنوك الأهلية. إذن هذه الثلاثة المصطلحات تكتب لها تعريف، تبحث في المراجع والقواميس ما يعنى، ماذا يقصد بالمشكلات العاملين، وبعد ذلك أنت تكتب تعريفك الإجرائي، تقول أنا في البحث هذا أقصد بالمشكلات الإدارية هي المشكلات التي يواجهها العاملون في البنوك اليمنية أثناء تأديتهم لعملهم. شوف حددت تحديد دقيق، ليست المشكلات الأسرية ولا السياسية ولا الاقتصادية، حددت المشكلات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم. إذن لما تعرف المصطلحات الموجودة في العنوان هي التي تحتاج إلى توضيح، في عنوانك تعرفها تعريف قاموسي، تقول ذكر قاموس كذا أن المقصود بكلمة كذا وكذا، ثم عرفها فلان، ثم عرفها فلان، وبعد ذلك تأتي بتعريفك الإجرائي أنت. بعد ذلك في الخطوة الثانية عشرة تذكر إجراءات البحث، يعني تضع لك هيكل، تقول والله هذا البحث أنا أتوقع، لأنه عارف ما قريتش البحث، أنت تكتب خطة، تقول أتوقع أن هذا البحث سيتكون مثلا من الفصل الأول اللي هو الخطة البحثية وأسميها الإطار العام، الفصل الثاني سأذكر فيه الإطار النظري للبحث، الفصل الثالث أذكر فيه الطريقة التي اتبعتها لتنفيذ البحث والإجراءات، الفصل الرابع سأذكر فيه النتائج، والفصل الخامس سأذكر فيه التوصيات. يعني تقسم البحث حقك، هذا المقصود بإجراءات البحث، تقول أولا سأبدأ بإعداد الخطة، بالفصل الثاني سأجمع الإطار النظري، المقصود بالإطار النظري يعني المرجعيات التي تجمعها، تجمع أنت عندما تتحدث عن المشكلات الإدارية تجمع معلومات نظرية، مشكلات الإدارية درست في فلان، والمشكلات اللي ذكرها فلان كذا، والمشكلات اللي ذكرها في مرجع كذا، والمشكلة ذكرت في دراسة كذا، تجمعها، هذا تسمى مدعم نظري لك، استناد نظري، كأنه دليل على أن مشكلتك البحثية هذه موجودة وقائمة، وموضوعك موجود له أصول وإيش وله مراجع. إذن تكتب في هذا الفصل إجراءات البحث، تتوقع إيش هيكل بحثك سيكون، وغالبا البحوث تتكون من 4 فصول، وبعضهم يعملوا 5 فصول، الفصل الأول اللي هي الخطة اللي نتكلم عليها الآن يسمى إطار العام للبحث، الفصل الثاني يسمى الأدب النظري أو المستند النظري أو المرجعية النظرية أو الدراسة النظرية، الفصل الثالث الإجراءات العملية للبحث الذي قمت به، يعني الدراسة الميدانية لو كان في دراسة ميدانية، والفصل الرابع النتائج التي توصلت لها بعد ما عالجت فرغت الأدوات حقك وقمت بتحليلها تتوصل، يعني الفصل الخامس بتذكر فيه أيش التوصيات والمقترحات التي توصلت لها لحل المشكلة التي قمت بالبحث عنها. طبعا وتختلف إجراءات البحث من بحث إلى آخر، طبعا في البحوث مثلا في الدراسات القانونية تختلف عن البحوث في الدراسات الإيش الإدارية والمحاسبية،
مكونات البحث في البحث مثلا الطبي يختلف عنه في البحث الاجتماعي وهكذا. لكن في الأخير البحوث غالبا تتكون من 4 فصول أو كم؟ أو 5، ويجب أن يكون في توازن في عدد صفحات الفصول. بعد ذلك في الخطوة 13 تكتب المراجع الخاصة بخطة البحث. أنت لما أعددت خطة بحثك ما هي المراجع التي استخدمتها؟ فتذكرها هنا وترتبها ترتيب علمي، الكتب لحالهم، الدراسات الماجستير والدكتوراه بتكتبها لحالها، البحوث التي نشرت في مجلات علمية ستذكرها لحالها، المقالات أو التقارير أو القوانين واللوائح تذكرها في بند لحالها. طبعا أنت لن تذكر المراجع التي سترجع لها في البحث، لأنك الآن تعان في عادك في لحظة التخطيط للبحث، فستذكر المراجع التي وجدتها أثناء إعداد الخطة. طيب كيف يتم توثيق مصادر ومراجع البحث العلمي؟ طبعا يشترط في الباحث العلمي أن يكون أمينا، يعني عندما يأخذ معلومة من مصدر يجب أن يوثق هذا الكلام ولا ينسبه لنفسه، لأن العلم تراكمي ويجب أن تحفظ حقوق الآخرين. رجعت إلى كتاب واستفدت منه في نقطة معينة، تذكر اسم المؤلف واسم الكتاب وإن نشر هذا الكتاب وكم عدد الطبعات وفي أي بلد. إذن عندما تقتبس معلومات من وثائق تذكر الوثيقة التي اقتبست منها المعلومة. عندما رجعت إلى دراسة سابقة، دراسة دكتورة مثلا أو ماجستير استفدت منها في بحثك، يجب عليك أن تدون اسم الباحث وعنوان رسالته وإن نشرها وإيش الجامعة التي نشر فيها هذا البحث وهكذا. طبعا غالبا في البحوث تكتب اسم الباحث، اسم الشخص الذي رجعت إلى المرجع حقه، وتاريخ نشر هذا المرجع، وإن طبع، والجهة التي صدر عنها، والصفحة، حتى تكون معلوماتك دقيقة. ولأنه لو أراد واحد أن يتأكد أو يرجع إلى المعلومة هل هي صحيحة أم خاطئة، يعود إلى المصدر ويعرف عنوان المصدر هذا إن رجع له. وقلنا المصادر مختلفة، إما تكون تقارير وقوانين ولوائح، أو تكون دراسات ماجستير ودكتورة، أو تكون بحوث منشورة في مجلات، أو تكون كتب ومقالات علمية. هذه أنواع المصادر والمراجع. إذن الآن استكملنا الخطوات التي أقوم وأتبعها في إعداد خطة البحث. الآن المطلوب منكم أن تفكر بموضوع وتضع له خطة متبعة للخطوات التي ذكرت في إعداد الخطة. حاول محاولة، يعني ممكن أنا لا أتي لك في الامتحان وأقول لك ضع لي خطة بحث، لا، فقط سأقول لك مثلا اذكر 3 خطوات. أراد باحث مثلا أن يقوم بدراسة أفكار الطلاب أو اهتمامات طلاب الجامعات اليمنية في العصر الحالي، ضع لي 3 خطوات لإعداد خطة لهذا الموضوع. يعني هكذا تحاول تقرأ الخطط. طبعا هذا المقرر، هذا المقرر يدرس من أجل تطبيقه والاستفادة منه في تطبيقه، وليس من أجل حفظ. لا أريد منك أن تحفظ، أريدك أن تطبق وتستفيد مما يذكر في هذا المقرر في الأخير، لكيف تكون إنسان باحث، كيف تمتلك عقلية باحث، كيف ممكن تتخرج من الجامعة ويطلب من أو اشتغلت في مؤسسة أو شركة وطلب منك إعداد بحث، أو تخرجت وأردت أن تواصل الماجستير والدكتوراه وأردت أن تكون باحث مشهور على مستوى الوطن أو على مستوى العالم، يجب أن تتمكن من مناهج البحث. إذن هذا المقرر ستستفيد منه طول حياتك، فحاول أنك تقرأه وكأنك تقرأ دليل أو مرجعية تفيدك في حياتك وليس للاختبار. وفقكم الله والسلام، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة.